السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس سعيد سليمان من البردان دوت كوم للهندسة الصوتية. في هذا الفيديو وفي الفيديوهات اللاحقة سوف نتعرف على الميكسر وكيفية توصيله وبرمجته ومعايرة الجهاز. لكن قبل أن نبدأ بذلك يجب أن نعرف الميكسر. الميكسر هو مثل ما يدل اسمه كترجمته الحرفية مازج أو خلاط، حيث يعمل على جمع عدة إشارات مع بعضها البعض ويخرجها بخط أو مخرج واحد. الميكسر هو عبارة عن مركز القيادة أو مركز التحكم في النظام الصوتي. لاحظ هذا الشكل الذي أمامنا، تجد أن كل الأجهزة مرتبطة مع هذا الجهاز، لذلك هو يعتبر مركز نظام الصوت. والاختيار الصحيح للميكسر هو من أهم شروط نجاح النظام الصوتي. إمكانيات الميكسر تختلف من نوع إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، لذلك إن اختيار الميكسر المناسب لنظامك الصوتي يتطلب منك بعض الوقت. وهناك الكثير من الأمور التي تدخل في بعين الاعتبار عند تحديد نوع الميكسر الذي تريده. أولا يجب أن نحدد ما هو نوع الميكسر الذي نريده، إن كان أنالوج أو تماثلي مثل هذا الميكسر أو ديجيتال مثل هذا الميكسر. وتوجد بعض الأنواع التي هي ما بين الأنالوج وبين الديجيتال، حيث هي أنالوج ولكن تحوي بعض الدارات الديجيتال التي تعطي الميكسر الأنالوج بعض الميزات الإضافية. إن المبدأ العام للميكسر لا يختلف بين الأنالوج وبين الديجيتال، ولكن طريقة التعامل مع الميكسر هي التي تختلف. الميكسر الأنالوج واضح أكثر وفهمه أسهل من ميكسر الديجيتال، لأن الميكسر الأنالوج تجد أن كل عيارات الجهاز أمامك تلقى عليها بنظرة واحدة، تعرف كل مفتاح إلى أي على أي وضعية موجودة عليه. أيضا إن سعر الجهاز الأنالوج غالبا يكون أقل من الديجيتال، بينما الديجيتال بمعرفة عيارات معينة قد تضطر إلى الدخول إلى عدة صفحات حتى أو الضغط إلى عدة كبسات حتى تعرف كيف هي العيار الموجود عليه. لذلك فإن الميزات والفروق الأساسية بين النوعين الأنالوج والديجيتال، الأنالوج يكون أرخص إمكانيات أقل، ولكن في المقابل هو سهل في التعامل، إلا أنه يحتاج إلى صيانة أكبر وحجم أكبر. الميكسر الديجيتال طبعا هو أغلى ولكن إمكانياته أعلى، أصعب قليلا في التعامل معه في البداية طبعا، ولكن صيانته أسهل بكثير وحجمه أصغر. نتكلم هنا عن إذا كان عدد المداخل الميكسرين هي نفسها. طبعا يدخل في عملية الاختيار إن كنت تريد الميكسر powered أو غير powered، يعني أكتيف أو باسيف. أكتيف أو باورد معنى ذلك أن الميكسر يحوي في داخله مكبر صوت مثل هذا الميكسر. الأمبليفاير متضمن داخل الميكسر، لذلك لست بحاجة إلى شراء مكبر صوت خارجي وتوصيله إلى الميكسر. ولو كان الميكسر باورد فإنه يعطي مخارج
مثل الميكسر العادي أو الباسيف، إلا أنه يعطي مخارج تتصل مباشرة إلى السماعات. طبعا هناك بعض الأنواع الأخرى التي تعطي جهد عالي أو لنظام الفولت، سوف نتعرف عليه بعد قليل. بعض المكسرات مثل هذا المكسر تكون بسيطة جدا، عبارة عن مفاتيح للدخل فقط. يقوم المكسر بجمع الإشارات وإخراجها مباشرة مع طريق المكبر إلى السماعة مباشرة مثل هذا المكسر. ولكن هناك مكسر آخر شبيه مثل هذا المكسر من شركة شور. طبعا هو الجزء الأعلى هو الواجهة الأمامية، والجزء الأسفل هو من خلف المكسر. لاحظ هنا فقط مداخل ومخرج للمكسر. أبسط ميكسر يمكن أن تشاهده هو عبارة عن 5 مداخل، وهناك أظن مدخل أو مدخل عدة مداخل أوكس التي تقبل إشارات لاين، وهنا مفتاح ماستر للتحكم بمستوى الصوت لكامل الميكسر. هناك بعض الميكسرات التي تتوضع على خزانة أو راك مثل هذا الميكسر أو هذا الميكسر وهذا الميكسر، ولكن بشكل عام الميكسرات الأكبر حجما ممكن أن تكون توضع على طاولة خاصة أو على ستاند ليحملها. ولكن بعض الميكسرات أيضا الديجيتال مثل هذا الميكسر يركب على راك أو خزانة 19 إنش، ويتم التحكم به من كمبيوتر خارجي أو عن طريق الشاشة المرفقة معه. طبعا مثل هذا الميكسر هو صغير جدا في الحجم، يأخذ 1 يونت على الخزانة، ولكن طبعا إمكانياته كبيرة، لذلك سعره يكون أغلى عدة أضعاف من أسعار نسيجاته الأنالوج. عند اختيار للميكسر المناسب يجب أن نعرف عدد المداخل التي نريدها من الميكسر. فطبعا لو نريد مثلا ميكسر صغير، مثلا ممكن أن يكون لدينا مثل هذا الميكسر عبارة عن مدخلين فقط أو مثل هذا، أو حجم متوسط أو حجم كبير. طبعا يتراوح عدد مداخل الميكسرات ما بين مدخلين إلى 100 مدخل أو أكثر. هناك 3 أنواع رئيسية للميكسرات على حسب الهدف من استخدامها. فهناك الميكسرات الخاصة بالاستديوهات وتسمى ريكوردينج ميكسر أو استوديو ميكسر، وهناك ميكسرات تسمى الدي جي ميكسر مثل هذا الميكسر، وهو دي جي اختصار لديسك جوكي، مصطلح يطلق على الذي يعمل على جهاز الميكسر، وهو الذي يدير الصوت في الحفلات الغنائية وفي النوادي وفي الراديو والتلفزيون. طبعا هذه الميكسرات لها طريقة تعامل ومختلفة قليلا عن باقي الميكسرات التي سوف نتحدث عنها. النوع الثالث هو النوع المشهور من يسمى Public Address أو Sound System Mixer، وهي الميكسرات العامة والتي هي أغلب الميكسرات تكون مثل هذا النوع، إن كانت ديجيتال أو أنالوج. أيضا إن الميكسرات تختلف أيضا كما قلنا بطريقة وضعها، مثل هذا الميكسر المحمول الذي يستعمل غالبا من قبل شخص مغني أو
فرقة صغيرة، أو يستعمل في الأماكن الحفلات الخاصة، أو في المساجد الصغيرة، أو في القاعات الصغيرة، لأنه سهل التعامل معه وصغير الحجم وسعره رخيص يكون غالبا. وهناك الأنواع التي كما قلنا يتم ترتيبها على الرك، أو أن تكون فقط كنظام نداء الآلي، مثلا في مجمع أو مركز تجاري أو ما شابه ذلك. مثل هذا المكسر لا تحتاج فقط إلى ميكروفون ومسجل لرقبة معه، ويكون الأمبليفاير متضمن داخله. الآن حتى نتعرف على كافة المفاتيح أو كيف تسير الإشارة في الميكسر، يجب أن نتعرف أولا على كافة الإشارات والرموز التي تكتب على الجهاز، وكيفية نوعية الإشارات الداخلية والخارجية من الميكسر. نبدأ بالتعرف على ما هي المداخل والمخارج المستخدمة في جهاز الميكسر. هذا الشكل يبين ثلاثة أنواع من الجكات التي ممكن أن تتواجد على الميكسر، وهي جاك الـ XLR، وهذا النوع يسمى TRS، وهذا النوع يسمى كومبو. نوع كومبو نوع جديد يتواجد في المكسرات الحديثة، يقبل جاكات الـ XLR والـ TRS. طبعا غالبا مداخل الجهاز تكون فيميل يعني أنثى، والجهاز الجاك الذي يركب على الشاسي أو على جسم الميكسر يكون فيميل، بينما الكبل الجاك الذي يأتي في الكبل يكون ميل يعني ذكر. قد يتم استخدام نوع رابع من الجكات، وهي جكات تسمى فونو، غالبا تستخدم لتوصيل المسجلات على الميكسر. طبعا الجاك يكون عليه أرقام 1 2 3 3 بين، كل واحدة من هذه تسمى بين. رقم واحد غالبا يتم توصيل عليه الأرضي أو الشيلد للكابل، ورقم اثنين الهوت أو الزائد للكيبل، رقم ثلاثة الناقص أو كود الكود يعني الخط البارد للكيبل. هذا في نظام البالانسد يعني المتوازن. النوع الغير متوازن يستخدم سلكين فقط، شيلد والسلك الداخلي. النوع الغير متوازن يمكن أن يلتقط إشارات من اللاسلكية إذا كان هناك حقل كهربائي قوي أو إشارات لاسلكية قوية، ممكن أن تدخل عن طريق هذا الجاك إلى النظام وتظهر في السماعات. لذلك يفضل دائما استخدام نوع البالانسد الذي يقضي على إشارات التشويش التي ممكن أن تتراكب على الكابل أو الجهاز. طبعا هذه تؤدي إلى ظهور تشويش أو نويز يظهر في السماعات. الآن نأتي على مستويات الإشارات التي يتعامل فيها النظام الصوتي. لدينا ثلاثة مستويات للإشارات: إشارة الميكروفون، وإشارة السماعة يعني الإشارة التي تخرج من المكبر الصوتي وتذهب إلى السماعة.
وإشارة اللاين التي تخرج من الميكسر وتذهب إلى المكبر، يعني إشارة الميكروفون وهي أضعف إشارة، عند دخولها إلى الميكسر يتم تكبيرها مباشرة، ويتم التعامل ضمن الميكسر بإشارة لاين. ذلك عند خروج أي إشارة من الميكسر تكون إشارة لاين. لذلك عندما تخرج إلى حاسب أو إلى مسجل أو أي جهاز لمعالجة الصوت، إيكولايزر خارجي أو لمؤثرات صوتية، تخرج الإشارة بإشارة لاين، تسمى إشارة لاين، بينما تدخل إشارة ميكروفون، أو أن يستقبل الميكسر إشارة لاين من مسجل أو أي جهاز آخر. عند خروج الإشارة من المكبر إلى الأمبليفاير تخرج إشارة من الأمبليفاير. هناك نوعين، نظام الأوم يسمى في الدارج الأوم، وهو يتم توصيل السماعات مباشرة، وذلك إذا كانت السماعات قريبة من الأمبليفاير. إذا كانت السماعات بعيدة هو أكثر من 20 أو 30 متر، يفضل استخدام النوع الآخر وهو نوع الفولت. نوع الفولت يتم رفع إشارة السماعة بعد الأمبليفاير إلى جهة أعلى، ممكن يكون 50 فولت أو 70 فولت أو 100 فولت وحتى 200 فولت، وذلك للمسافات البعيدة حتى لا تضيع الإشارة في الكابل. يسمى محول رفع أو ستيب أب ترانسفورمر. وفي كل سماعة يتم تركيب محول لتخفيض الإشارة أو تخفيض الجهد عفوا، يسمى ستيب داون، يقوم بتخفيض الإشارة التي تم رفعها بعد الأمبليفاير لتخرج كسبيكر سيجنال. وهكذا نكون قد أخذنا فكرة عامة عن أنواع المكسرات وأشكالها والاختلاف فيما بينها وأنواعها المختلفة. سوف نبدأ في الدروس القادمة في الدخول في تفاصيل المكسر بشكل أكبر، لنتعرف عن ما هذه المفاتيح الكثيرة التي يحويها. لذلك ترقبونا في الفيديوهات القادمة. كان معكم المهندس سعيد سليمان من بيردان.com للهندسة الصوتية. يمكنكم مراجعة موقع بيردان.com للمزيد من الشروحات والدروس في الأنظمة الصوتية الاحترافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.